نعرف بضيفنا في الاستديو المهندس إبراهيم بن حمدان المعولي خبير المواصفات الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات. أهلا وسهلا بك المهندس إبراهيم. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله. يا مرحبا وسهلا فيك وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو. ندخل في الموضوع مباشرة كذلك نظرا لارتباطك يمكن بلقاءات أخرى. نعرف المستمع والمتابع وكل من يشاهدنا الآن عن تجربة خدمة بث الإنذار المبكر التي بدأت الهيئة بتطبيقها في عدد من ولايات ومحافظات السلطنة. نعم، كما يعلم الجميع بأن السلطنة ليست بمنأى عن المخاطر، وبالتالي لابد من وجود نظام فعال للتواصل مع الجمهور ومع المشتركين بشكل سريع جدا. فالهيئة بالتعاون مع هيئة الطيران المدني وشركات الاتصالات عمان تلو أريدو عملت على تطوير نظام يسمى نظام بث الإنذارات المبكر عبر الهواتف النقالة، وهو عبارة عن إرسال رسالة نصية أو إشعار تنبيهي مع وجود صوت مميز وعالي يصل للمشتركين في منطقة معينة حسب المنطقة التي يمكن أن يصل إليها الخطر ذلك الخطر، وبالتالي لابد من تعريف المنطقة التي يصل إليها الخطر بحيث أنه يتم الإرسال فقط للمشتركين الموجودين في ذلك التوقيت في ذلك تلك المنطقة. نعم. بالإضافة إلى من ميزات النظام أنه إذا استهدفنا منطقة معينة يمكن للمشتركين في المناطق المجاورة لتلك المنطقة والذين يتوافدون للمنطقة المستهدفة أن تصلهم رسالة التنبيه أو رسالة التحذير في حالة كانت رسالة التحذير لها مدة معينة، كمثل على سبيل المثال 10 دقائق أو 5 دقائق، فممكن أن الناس أو المشتركين في تلك المناطق المجاورة أن تصلهم الرسالة في حالة وصولهم إلى المنطقة المستهدفة. نعم، الهدف من التجربة هي اختبار النظام؟ نعم، من أهداف التجربة هي معرفة اختبار النظام ومعرفة التحديات. مثل ما تعرفنا بدينا في ولاية المصنعة في تاريخ 3 مايو، اخترنا ولاية فقط ولاية واحدة، ومن خلالها عملنا على 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 علاج تلك التحديات التي حصلنا عليها من تلك التجربة. ثم بدأنا في التجارب على مستوى أكبر، بالأمس كان في جنوب الشرقية والوسطى، اليوم على مستوى أكبر في ولايات الساحلية بمحافظة مسقط، وغدا إن شاء الله في محافظة الظفار بمشيئة الله. فالفكرة أن تكون تجربة واقعية تستهدف منطقة معينة ولمعرفة التحديات التي تواجه النظام، وأيضا من باب التوعية، توعية المشتركين، توعية الجمهور بأهمية النظام، بأهمية الخدمة، بحيث لا قدر الله صار أنه في تنبيه بعد تدشين الخدمة في المستقبل القريب مشيئة الله، أن يكون هناك وعي كافي لدى الجمهور بأهمية الخدمة أيضا. نعم، يعني هو ما فقط اختبار للنظام نفسه، كذلك اختبار للمستفيدين من النظام أو تعويدهم بالضبط. أو ربما بالضبط. يعني استجابتهم بالضبط، وأيضا معرفة التحديات كما أسلفت سابقا. صحيح. معرفة التحديات التي يمكن أن من خلال اختبار هذا النظام، معرفة التحديات اللي يمكن أن نصادفها. نعم. ومعالجتها بأقرب فرصة ممكنة. نعم، أفهم من حديثك يعني المهندس إبراهيم أنه هذا النظام جديد ولم نعم. يسبق استخدامه في أزمات وكوارث سابقة. بالضبط. ما هي طبيعة الأزمات ربما أو الكوارث التي قد يستخدم فيها هذا النظام مستقبلا، بما أنه الآن ولله الحمد النظام موجود، الاختبارات نعم. هذه جالسة تصير بطريقة نعم. ناجحة مثل ما أفدت، ما هي طبيعة هذه الأزمات والكوارث التي قد يستخدم فيها هذا النظام؟ نعم، حاليا النظام مرتبط بهيئة الطيران المدني، وهي هيئة مسؤولة عن قطاع الرصد والإنذار المبكر في نعم. المنظومة الوطنية لإدارة حالات طارئة، فهم مسؤولين عن بعض المخاطر، من ضمنها مخاطر الأعاصير على سمح الله والتسونامي والأمطار الغزيرة وغيرها من المخاطر، ولكن كنظام فنيا ممكن يعني استخدامه لأي حالة خطرة كانت، سواء طبيعية كالأعاصير والتسونامي وغيرها، أو سواء حتى اصطناعية كالحرائق وغيرها، ممكن أن نستخدم النظام لأي
حالة ممكن أن الجهة المسؤولة عن تلك الظاهرة ممكن استخدامها. فهي ما محدودة، يعني النظام ليس محدود بخطر معين، إنما هو ممكن حتى يستخدم في التوعية، من جانب التوعية أثناء الأعاصير لا سمح الله، قد تصل شائعة معينة أو تريد توعي مجتمع معين بظاهرة معينة أو بشيء معين، ممكن استخدام النظام لأنه يصل إلى الفئة المستهدفة في فترة زمنية قياسية مقارنة بالأنظمة الأخرى المتبعة سابقا. نعم، يعني نقدر نقول أنه هو أداة إضافية بالإضافة إلى الأدوات التي تستخدم عادة. بالضبط، سابقا حلنا استخدم عادة الرسائل القصيرة اللي تأخذ وقت وجهد، وأيضا عدم القدرة على تحديد مواقع الأشخاص بشكل دقيق جدا لإرسال الرسالة. فقد يكون الشخص موجود في منطقة ألف، منطقة معينة ألف، يتحرك إلى منطقة باء وتصله الرسالة وهو ليس في المكان اللي به الخطر. عكس هذا النظام الاستهداف ليس على المشتركين إنما على المنطقة. نعم، النطاق الجغرافي اللي يتم تحديده. هذا الفرق بين الأنظمة السابقة والنظام ببث الإنذارات الحالي. والنظام لديه القدرة طبعا على تحديد النطاق الجغرافي وبث هذا الإنذار على حسب النطاق اللي يريده. بالضبط. هل نستطيع القول مهندس إبراهيم إنه هذا عمل جرى للتحضير يمكن يعني فترة طويلة ووقت مبكر، وهو في نطاق تطوير منظومة الإنذار والتنبيه المبكر وهكذا؟ يعني خاصية أو خدمة بث الإنذارات هي جزء من منظومة متكاملة تسعى على هيئة الطيران المدني، قد يكون هم الأدرى بالموضوع أكثر من إحنا في هيئة تنظيم الصلاة، ولكن كمشاركة من باب التحول الرقمي والسعي لإبراز دور قطاع الاتصالات في الإنذار المبكر، الهيئة ارتأت بالمشاركة مع المشغلين وهيئة الطيران المدني لوجود مثل هذه الأنظمة، كون النظام استثنائي مختلف تماما وله ميزات أخرى تختلف تماما عن الأنظمة السابقة. يعني نعم، هو في الحقيقة سؤالي هذا يعني توضيحا وردا يمكن على بعض الإشاعات التي بدأت يعني ربما تظهر إنه هذه التجارب هي مرتبطة بتوقع لحالة جوية أو كارثة لا قدر الله أو أزمة معينة، وهذا هو الاستعداد لأزمة بعينها يعني متوقعة. في الحقيقة ليس له أي علاقة بالموضوع. الهيئة بدأت العمل بهذا النظام في تقريبا في بداية 2019، وكان في خطوات جادة في التواصل بين الهيئة الطيران المدني وهيئة تنظيم الاتصالات والمشغلين لإيجاد أفضل التكنولوجيا المستخدمة في هذا الأنظمة، لأن هذا النظام يوجد عدة تكنولوجيا موجودة في العالم. فهي عملت على دراسة المتطلبات وإيجاد التكنولوجيا الأفضل والأنسب لحسب هذه المتطلبات. فالعمل بدأ من 2019 لإيجاد هذا النظام، ثم بدأنا في التواصل مع مصنعي أجهزة الهواتف النقالة في 2020، أجهزة أبل وسامسونج وهواوي ونوكيا وغيرها، ووضع مواصفات فنية. فحاليا المواصفات موجودة في موقع الهيئة، ممكن أي شخص يمكن يدخل على موقع الهيئة ويجد المواصفات الفنية لأجهزة الهواتف النقالة. في العام الماضي الهيئة منعت أي أجهزة أو اعتماد أي جهاز جديد لا يتبع هذه المواصفات اللي وضعتها الهيئة في 2020. هذه نقطة مهمة يعني مهندس إبراهيم. أجهزة الأجهزة اللي تصل إلى السلطنة لابد أن تكون مفعل فيها النظام، مفعل فيها الخاصية، وبالتالي قد يكون فعلا حاليا في بعض الأجهزة القديمة جدا لا 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 تدعم هذه الخاصية، لكن مشيئة الله في قادم الوقت يعني بتندثر هذه الأجهزة. والهي عملت مثل ما ذكرت يعني على وضع مواصفات قياسية لهذا النوع من الأنظمة، وعملت في العام 2020 على إيقاف جميع اعتمادات الأجهزة اللي تدخل السلطنة غير متبعة لهذه المواصفات الحالية. لأنه هذا من الأسئلة التي رصدت كذلك، إنه والله ما كل الأجهزة تخدم يعني هذا النظام، لكن الهيئة الواضح أنها اتخذت يعني إجراء يعني يضمن إنه أغلب
حابب الأجهزة تكون داعمة لهذا النظام. بالتالي يعني ممكن نذكر إنه بالنسبة لأجهزة الآي أو إس أي إصدار من 15.2 فما أعلى داعم للنظام أو داعم للمنظومة. بالنسبة لأجهزة الأندرويد إصدار 11 و12 و13 هذه من الأجهزة الداعمة للنظام. أما الأجهزة الأندرويد 8 و9 و10 فبعضها داعم يعني ولكن ليس الكل. أما الأنظمة الأندرويد من 11 فما أعلى فهي داعمة للنظام. نعم. كم عدد الولايات المستهدفة من التجربة واختبار النظام؟ الاستهداف جميع الولايات الساحلية ابتداء من مسندم إلى ظفار، كل ولاية ساحلية وليست منطقة ساحلية إنما ولاية ساحلية. ولاية ساحلية بالكامل. يعني بدأنا في المصنعة في 3 مايو، بالأمس في جنوب الشرقية ولايات ساحلية، في جنوب الشرقية ولايات ساحلية، في الوسطى. اليوم الحمد لله تمت التجربة بنجاح في ولايات ساحلية في مسقط، في الغد مشيئة الله في ظفار، ثم نتوقف قليلا لمعالجة التحديات لحد 13 يوليو في الشهر القادم 13 يوليو بتكون في 13 و14 و15 يونيو بتكون في ولايات ساحلية في جنوب وشمال الباطنة وأيضا في مسندم، والهدف من ذلك لمعرفة التحديات ومعالجتها في أقرب وقت زمني. الحمد لله كل تجربة تتحسن عن التجربة السابقة يعني بشكل جيد جدا. يعني باليوم نحن تقريبا أنجزنا 4 محافظات. نعم. ويتبقى لنا كذلك 4 محافظات أخرى. نعم. ما هي طبيعة التحديات أو الملاحظات التي وصلتكم والتي تسعون من خلال طبعا المحافظات الأخرى معالجتها؟ نعم، نقدر نقسم الموضوع إلى 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 شقين، إلى شق كنظام وشق أجهزة هواتف نقالة. نعم. الشق الأول كنظام نعرف التحديات من خلال معرفة زمن الوصول، زمن وصول الرسالة إلى المستفيدين، هل هناك في تأخير في إرسال الرسالة أو في الوصول الرسالة للمستفيدين أو المشتركين في تلك المنطقة وغيرها من التحديات بالنسبة لهذا الجزء. بالنسبة لجزئية الهواتف النقالة، الهيئة عملت على رابط، وجود رابط في حساب الهيئة في تويتر، بحيث أن أي شخص لم تصله الرسالة عليه أن يتوجه للحساب الهيئة في تويتر وتسجيل بيانات هاتفه، والهيئة بمشيئة الله بتقوم بعملية تحليل. نعم. لهذه الأجهزة التي لم تستقبل الرسائل التحضيرية، والعمل مع المصنعي الهواتف النقالة لإمكانية توفير الخدمة في تلك الأجهزة بمشيئة الله. نعم. مثل ما نعرف المهندس إبراهيم سكان سلطنة عمان من جنسيات ولغات مختلفة. نعم. كيف رأيتوا هذا الجانب؟ نعم، النظام الحمد لله يعمل على حاليا يعمل على 4 لغات، اللغة العربية واللغة الإنجليزية والهندية والأردو، ولكن النظام قابل لإضافة أي لغة في القريب العاجل. يعني لي النظام لا 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 ليس يعني محدد للغة معينة، ولكن قابل للتجديد والتحديث للغات أخرى بمشيئة الله. نعم. هل يحتاج أي ضبط معين في الهواتف ممكن أن يجريه الشخص حتى يكون هاتفه قادر على استقبال هذا التحذير والتنبيه؟ فقط لننبه على المشتركين الكرام أنه لابد أن يحدثوا أنظمة هواتفهم النقالة باستمرار، لأن كل تحديث قد يكون يوافق تحديث في نظام بث الإنذارات، وبالتالي لابد أن تحديث هذه الأنظمة باستمرار وعدم يعني عدم التهاون في تحديث أنظمة الهواتف النقالة، ضمن تشغيل الهواتف النقالة. نعم. هل تتوفر لديكم أي أرقام وإحصائيات إلى الآن للأشخاص الذين وصلتهم هذه الرسالة، وهل تستهدفون مثلا عدد معين؟ بالنسبة للإحصائيات لا تحضرني إحصائيات بالكامل حاليا، ولكن حاليا نسعى إلى عمل هذه الإحصائيات وتوفيرها وعمل من خلال عمل التحليل المناسب وتقييم الوضع، و من خلالها معرفة النقاط الرئيسية التي يمكن معالجتها في قادم الوقت. نعم. بمجرد أن تصلك هذه الرسالة ويصلك هذا التنبيه،
ما هي الخطوات التي يجب عليك فعلها؟ يعني اليوم أنا وصلتني هذه الرسالة وكنت في اجتماع رغم التنبيهات وجهودكم، لكن يعني نسينا الموضوع وبالتالي يعني كنت أعتقد أنه بروحي اللي رن تليفوني وأحاول أنه أضغط أي شيء على أساس أنه يروح الصوت. لكن أنتوا الجدول موجود والتوقيت موجود لكل صحيح. ولاية من ولايات محافظات السلطنة. صحيح. أول ما توصل الرسالة إيش علي أعمل؟ حاليا مثل ما تعرف أن هذا حاليا فترة تجربة، وبالتالي لا يتطلب من الشخص أي إجراء، إنما هناك رابط فقط، الرابط لتأكيد وصول الرسالة. على الشخص أن يضغط هذا الرابط بحيث أنه يأكد على وصول الرسالة، بحيث نحضر نحصل على إحصائيات دقيقة لوصول الرسالة للفئة المستهدفة. هل هذا الرابط فقط يظهر في الفترة اللي تظهر فيها الرسالة؟ يعني إذا فاتني أنا أدخل الرابط وأكد، هل أقدر أني أرجع للرسالة؟ الرجوع الرسالة قد يكون صعب في بعض الأجهزة، ولكن في بعض الأجهزة في إمكانية الرجوع الرسالة من خلال رسائل قصيرة تتخزن في صندوق الرسائل القصيرة. ولكن بشكل عام الخاصية أن تظهر رسالة تلقائية في الهاتف النقال، وعلى الشخص أن يتبع التعليمات اللي مذكورة في الرسالة. حاليا مثل ما ذكرت يعني لا يوجد أي يعني متطلب من قبل المشترك، ولكن لا سمح الله في حال وجود حالة خطرة يتطلب التنبيه، فبتكون التعليمات متوفرة في قلب الرسالة، وعلى الشخص المشترك أن يتبع تلك التعليمات. نعم. هل اطلعتم على تجارب الدول في هذا المجال، وما هي الدول يعني اللي نعرف الدول تتباين يعني المعرضة يمكن لكوارث بشكل دائم وغيرها، التجارب العالمية في هذا المجال؟ نعم، هناك تجارب كثيرة في سابق الوقت. اطلعنا على بعض التجارب سواء في المنطقة العربية أو في المنطقة الأوروبية أيضا، واتخذنا بعض الإجراءات اللي اتبعتها تلك الدول لمعرفة التحديات اللي صادفوها، بحيث أن نعالجها في أقرب وقت ممكن. ولكن بشكل عام هي تقنية تأتي يعني بمجرد أنك تضع أنت المواصفات الفنية الواضحة لهذه التقنية وتبدأ عملية التجارب، تتضح لك التحديات بغض النظر عن التحديات الدول الأخرى، فقد تحصل على التحديات لم تحصل لها الدول الأخرى، لأن المواصفات للنظامك قد تختلف عن مواصفات الجهات الأخرى أو عفوا الدول الأخرى. نعم، بغض النظر عن بعض الملاحظات البسيطة، ولكن يبدو المهندس إبراهيم أن الأمور يعني تجري على ما يرام في اختبار النظام، وهذا ما وضح يعني حتى في نجاح العملية في هواتفنا يمكن، واللي نسمعه من اللي نقابلهم بالضبط. نعم، الصوت يتباين من هاتف وآخر ولا هو نفسه صوت التنبيه؟ الصوت مميز، لا يمكن تغييره. وتقريبا هو إلى حد ما نفس الصوت، قد يكون في اختلاف بسيط بين أبل وأجهزة أبل وأجهزة أندرويد، ولكن الاختلاف بسيط لا يذكر. بشكل عام أنه قد يتساءل أنه أشخاص أنه يريد يغيروا النغمة أو يغيروا الصوت، يعني فهي غير قابل للتغيير. نعم، تأتي يعني مباشرة في النظام. هو واضح يعني من الصوت للتنبيه ولفت يعني الانتباه أنه في شيء فعلا. يعني أكيد فعلا. الولايات القادمة والمحافظات القادمة إذا بكرة بعد بكرة زين يعني اللي يستمعنا ويتابعنا الآن من مختلف محافظات السلطنة، إن شاء الله إن شاء الله بكرة بمشيئة الله بنكون متواجدين في محافظة الظفار، وطبعا الهيئة عملت سواء سابقا أو في القادم الوقت على توزيع فرق في الولايات المستهدفة للتأكد من وصول الرسالة الإنذار لهذه المناطق. فبيتم مثل ما عملنا اليوم إلى توزيع الفرق في مسقط ومطرح وقريات والسيب وبوشر، سنعمل غدا بمشيئة الله في محافظة الظفار لتوزيع فرق أيضا في الولايات الساحلية لمحافظة الظفار، ثم سيأتي في تاريخ 13 و14 و15 يونيو الشهر القادم
لتكملة الاختبارات أو التجارب في محافظات شمال وجنوب الباطنة وأيضا في مسندم مشيئة الله. باكر محافظة ظفار في أي وقت؟ الساعة كم؟ الساعة العاشرة نفس اللي صار اليوم عندنا. إذن لكل من يستمع لنا عبر تردداتنا في محافظة ظفار 97.5 يعني باكر دوركم إن شاء الله يوصلكم هذا التنبيه الساعة 10 صباحا. نتمنى لكم كل التوفيق المهندس إبراهيم إن شاء الله في استكمال بقية الولايات في محافظات سلطنة عمان، وإنه الكل يستفيد من هذه التجربة، وحتى نحن نختبر بعد استجابتنا لمثل هذه التنبيهات والتحذيرات اللي يعني نسأل الله العلي القدير أن يجنب بلادنا أي أزمة وأي كارثة بحول الله تعالى. الكلمة الأخيرة لك المهندس إبراهيم. شكرا جزيلا لكم على الاستضافة، وأتمنى أيضا أكرر ندائي لجميع المشتركين الذين لم يصلهم الرسالة الإنذار سواء بالأمس أو اليوم أو حتى في تقادم التجارب مشيئة الله، أن يتوجهوا إلى حساب الهيئة في تويتر والدخول على الرابط اللي عملته الهيئة تنظيم الاتصالات وتسجيل بيانات هاتفهم بحيث نستطيع معالجة الموضوع في قادم الوقت مشيئة الله بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك المهندس إبراهيم بن حمدان المعولي خبير المواصفات الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات. إذن مستمعين ومتابعين الأحبة، هذه كانت يعني نبذة عن هذه التجربة اللي بدأت تصلنا تباعا في مختلف ولايات سلطنة عمان الساحلية. ومثل ما ذكر المهندس إبراهيم يعني محتاجين تكاتف للجميع. النظام ولله الحمد أصبح جاهز الآن في مرحلة الاختبار، نحن علينا دور بسيط في حالة يمكن لم تصلنا الرسالة أن ندخل بيانات، وفي حالة أنها وصلتنا الرسالة نأكد حتى تكون لديهم يعني بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها بإذن الله تعالى. شكرا مرة أخرى المهندس إبراهيم. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.